أهلا بكم إلى هذه القراءة في أبرز ما كتبت الصحف المغربية الصادرة اليوم، والبداية بجريدة المساء. الصحيفة كتبت أن مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة لجأت إلى الاستعانة بتقنيات جديدة وتطبيقات إلكترونية من أجل مسايرة جديد عمليات الاستيراد المتعلقة بالتجارة الخارجية، وخاصة تلك المتعلقة بالتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. مديرية الجمارك تستعد لإطلاق استراتيجية جديدة تتعلق بالتكنولوجيا الحديثة واستغلالها لتحسين المراقبة بخصوص عمليات التجارة الإلكترونية. وإلى جريدة العالم التي كتبت أنه في خطوة تؤكد ريادة المغرب إقليميا وقاريا، صنف مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي بلادنا في المركز 53 عالميا، وتراهن المملكة على ولوج قائمة أفضل 50 اقتصادا عالميا في مجال ممارسة الأعمال في سنة 2021، والذي لا تفصلها عنه سوى 3 نقاط فقط. ونختم بجريدة رسالة الأمة التي كتبت أن المغرب أحرز تقدما ب3 درجات في مؤشر جودة الحياة ليحتل المرتبة 47 عالميا، وذلك من بين 78 بلدا، شمله التصنيف الذي تصدره سنويا شبكة أخبار الولايات المتحدة وتقرير العالم الإعلامي الأمريكية، ليتصدر بذلك ترتيب الدول الإفريقية التي شملها المؤشر.